صناعة الورق من الصناعات المهمة جدا في مصر وليها تاريخ طويل جدا، لكن وعلى الرغم من رواج هذه الصناعة الكبرى في مصر إلا أن في العديد من المعوقات، ومن ضمنها ما أثير مؤخرا عن مشكلة تصدير ورق الدشت. وأيضا الإنتاج من الورق ما بيكفيش الإنتاج المحلي المستهلك المصري، وبالتالي بنضطر إن احنا نستورد من الخارج. ومؤخرا أصبح في تعاون مصري صيني لأول مرة في مجال صناعة الورق وإنشاء مصنع كبير في البحيرة باستثمارات صينية لتصنيع الورق من قش الرز. معنا أستاذ عصام السعدي وهو عضو اتحاد الصناعات وعضو هيئة تحديث الصناعة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير ونهاركم سعيد جميعا. أهلا بحضرتك. في البداية بس عشان نشرح للسادة المشاهدين، نتكلم عن صناعة الورق في مصر، وهل فعلا احنا بنحقق اكتفاء ذاتي من احتياجات السوق المصري من الورق، ولا الموضوع اتحسن، ولا احنا رجعنا لورا؟ لا الحمد لله، احنا عندنا بعض انواع الورق، انواع كتيرة جدا، عندنا بعض انواع حققنا فيها اكتفاء ذاتي وبنصدر، زي الفلوت مثلا، ورق الفلوت بنصدر منه كميات كبيره دلوقتي، وفي دوبلكس بنصدره، في مصانع بتصدر دوبلكس. لا، في تحسن كبير جدا في صناعه الورق. اوكي. والتحسن ده هيستمر بس لو قدرنا نستورد دشت، لان احنا عندنا الدشت بتاعنا بيتعمل له ريسايكل اكتر من 30 مره، فبيضعف والورقه بتبقى ضعيفه. فلما نحسن الريسايكل اللي عندنا، الماده الخام، بان احنا نستورد خام من الخارج، وارجو ان ده يعني المسؤولين يسمحوا بيه باستيراد الماده الخام من الخارج، لان المصانع كترت، فالماده الخام اصبحت في تنافس عليها، فبيعلى سعرها، وفي نفس الوقت المنتج ما بيعلاش سعره بنفس الكيفيه، فاصبحت العمليه هتبقى فيها تنافس شديد، وهيجي على دماغ المستهلك بان السعر هيبقى عالي طبعا. فاستيراد الماده الخام من دول بعينها معروفه انها عندها زياده في الخام، وطبعا يعملوا الاجراءات الوقائيه اللي هم عاوزينها، يعني الحكومه تعمل الاجراءات الوقائيه بس تسمح، ده هيدي فرصه اكتر للتصدير. أوكي. لان هيبقى عندنا المنتج الكواليتي بتاعه هيبقى كويس. لو هنتكلم عن الدول اللي احنا بنستورد منها الورق، ايه الدول اللي احنا بنستورد منها الورق يا استاذ عصام؟ الصين واندونيسيا، اسبانيا، امريكا، المانيا، دول كتير جدا بنستورد منها الورق. بس لو هنتكلم عن الرانك بتاعنا في صناعه الورق عامه، او حضرتك راضي عن موقفنا من صناعه الورق، او موقف مصر من صناعه الورق في مصر؟ لا، انا محتك جدا بالموضوع ده، لان احنا بنستورد خطوط انتاج، يعني عندنا مصانع وفي نفس الوقت بنستورد خطوط انتاج من الصين. ركبنا 5 خطوط انتاج هنا في مصر الحمد لله، في انتشار لمصانع الورق، وبتشغل عماله، طبعاً. كثيفه اكيد، وبتخلصي صديقه للبيئه. يعني بتخلصي من الكراتين القديمه وشكاير الاسمنت وقصاصات المطابع والكتب القديمه والكلام ده كله بنخلص منه، وبنصنعه، بنعمله منتج وفي تصدير. طيب لو هنتكلم عن الخبر اللي معانا النهارده، هو عن التعاون المصري الصيني في مجال صناعه الورق وانشاء مصنع كبير للورق في منطقه البحيره باستثمارات صينيه لتصنيع كمان الورق من قش الرز. تصنيع الورق من قش الرز ده محاولات قديمه، وكان عندنا ركطه كان فيها مصنع او فيها خط انتاج من القش الرز، بس كان بيعالج بمواد كيميائيه، وكان بينتج ماده سامه من التصنيع اسمها بلاك ليكر، كانت بتسبب تسمم للمياه اللي هي بتتصرف فيها، وبالتالي تعمل على موت الكائنات الحيه اللي موجوده. فحديثا الصين فيها تجارب، بس ما اعرفش اكتملت ولا لا، لاستخدام الالتراسونيك يعني هم كانوا بيستخدموا الكيماويات علشان يحصلوا على اللب من قش الرز. اللب دي الماده اللي بينتج منها الورق زي لب الاشجار. فطبعا كان قش الرز كمان بيساعد زمان، كان قش الرز زمان الرز البلدي بتاعنا بتاع زمان، كان العود بتاعه طويل، التيله بتاعته طويله قوي، وكان له سمك كويس، فكان الطن من القش الرز بيطلع 400 كيلو لب.
فكان العشرة طن يطلعوا 4 طن، وطبعا دي مادة بياخدها ببلاش وبيخلص يعني السحابة السوداء اللي بيقولوا عليها المفروض ان احنا ايه ننتهي منها، كنا هنخلص منها بالموضوع. أيوة ده طبعا اكيد، لكن هي بتاخد مكلفة شوية، فلذلك الصين هي اللي داخلة بيه. لو هم كملوا التجارب بتاع الالتراسونيك ده هيبقى فتح، لا وهنتخلص فتح من جديد. السحابة السوداء مدى الحياة، يعني فكرة قش الرز اللي كل سنة. أرجو أن الكلام ده يكون فعلا، لأن هم أنا عارف أن هم لسه هناك في طور التجارب بالنسبة للالتراسونيك، أن هو يدوب بيها القش الرز ويحصل منه على اللب. لا لسه في طور التجارب، بس أرجو أنها تكتمل، يعني هتبقى، لأن الكميات مكلفة جدا وبتخلي المنتج الحكومات اللي تقوم بيه ان هو من قش الرز لانه مكلف جدا. اوكي، راي حضرتك ايه هو الحل عشان صناعه الورق في مصر تنتعش اكتر ونعتمد على الانتاج المحلي بدل ما نستورد؟ يعني هو في طريقنا لكده، احنا في مصانع كثيره جدا بتنشا دلوقتي، وفي خطوط كبيره جدا بتنشا بانتاجيه. انا اعرف ان في خطوط دلوقتي بتركب 1000 طن في اليوم. فبرضو اللي بيساعد على كده، يمكن احنا اتكلمنا في حلقة سابقة ان البنوك بتدي لغاية دلوقتي المبادرة شغالة اللي هي 5%. 5% تناقصية دي يعني تبدأ توصل ل 3%، يعني تقريبا انت بتاخد الفلوس من البنك وبتسدديها زي ما هي. فطبعا دي مبادرة تشكر الحكومة ويشكر الرئيس السيسي عليها، اللي هي مستمرة لغاية دلوقتي، وارجو انها تستمر لان ان شاء الله في نتائج لها وفي الصناعة ماشية كويس، وده اللي هيشيل البلد ويخلي. طب حضرتك شايف ان في وفرة في المصانع؟ يعني تعالى نعمل مقارنة كده ما بين فكرة ان تحصل على الرخصة ان يكون عندك مصنع هنا في مصر وما بين مثلا الصين، لان احنا هنا بنمر بستبس كتيرة جدا جدا جدا، فلوس بقى وصحة وبيئة وحاجات كتيرة جدا. احنا انا كنت مريت بتجربة لانشاء مصنع في الصين. كان ايام ما البلد حصل فيها ما يسمى بالثورات والكلام ده والإخوان مسكوا، فروحت عملت مصنع هناك، شركة مع محافظ إقليم في بلد اسمها طايزو في الصين، وكان معايا واحد سوري، واستلمنا. عارف حضرتك ادونا ايه؟ ادونا المصنع كامل الإنشاءات، ادونا المصنع كامل الكهرباء بالصرف، سكن العمال، مطعم العمال، وقالوا كمان لما تيجي تجيبوا خطوط الإنتاج خشوا البنك، خدوا من البنك هنساعدكم كمان هنا، المهم تشغلوا لنا عماله. ده الفكر هناك. لما الحمد لله قامت الثوره في 30 يونيو ورجعت البلد، خسرت فلوس عشان ارجع، وعملت نفس الفكره هنا في مصنع كبير هنا في مصر. فلا احنا ماشيين بخطى كويسه جدا، والصين دوله دلوقتي تقدمت وبداوا يدوروا على الكواليتي دلوقتي، وبداوا يعني كان الاول تروح يقول لك انت عاوز بكام؟ يعني انت عاوز الموبايل ده بكام؟ يعمله لك زي ما انت عاوز. بالظبط. لا دلوقتي اتغيرت اللغه، ما عادش يقول لك ده بكذا، عاجبك ولا مش عاجبك؟ خلاص خلاص وصلوا، خلاص استقروا بقى، عملوا أيوه. الفلوس وعملوا خميره، خلاص استريح. ايوه طبعا. دلوقتي فعلا بيدوروا على الكواليتي اكتر. لا بيدوروا على الكواليتي وبداوا يدوروا على البيئه. يعني شوف يا استاذه دينا، كان اروح بكين كان تبقى التلوث معدي الشرطه الحمراء. يعني الناس المفروض تمشي بكمامات في الشارع. وده اللي كان بيحصل. صحيح. لا دلوقتي خلاص، لانه بداوا يقفلوا، سمحوا، كانوا الفحم اللي عاوز يشتغل بفحم يشتغل، اللي عاوز يشتغل كان تلوث وكانوا سامحين. ليه؟ عاوزين الاول اقتصاد. اقتصاد. عملوا اقتصاد دلوقتي، بداوا يدوروا على البيئه. المصنع بيقفلوا بقى المصانع اللي بتلوث، المصانع اللي ما معهاش ترخيص، المصانع اللي بتعمل انتاج صغير، كميه انتاج صغيره بيقفلوها وبيسمحوا للمصانع اللي هي انتاجيتها كبيره، لان المصانع اللي انتاجيتها كبيره ده استثمارات عاليه، فبيحافظ على البيئه وبيعمل بيمنع التلوث، فبيسمح له ان هو يشتغل. طب وهنا في مصر؟ لا هنا في مصر احنا البيئه بتبدا من قبل ما تبدا الصناعه. احنا لسه بنقول يا هادي، وارجو ان هو يعني يخففوا من شده قوانين البيئه شويه، لان يعني الحمد لله احنا ملتزمين بكل القواعد، لكن انا ارجو ان احنا مصادر الطاقه مثلا ليه ما نشتغلش بالفحم زيهم زي ما هم بداوا؟ بس يمكن احنا بدانا جداً في الاسمنت، بدانا في صناعه الاسمنت دلوقتي نستخدم الفحم. احنا المهم الاول نبدا ننتعش كده ونبدا الاقتصاد يبقى قوي،
وبعدين ندور على الشروط، على الشروط الصعبه والحاجات هي دي. دي وجهه نظر اقتصاديه بتتوازن مع وجهه نظر بيئيه، فلازم الاثنين يحاولوا يلاقوا لا، حل وسط. هو الدكتور خالد فهمي انا قابلته في اتحاد صناعات وكان ليها مشكله في المصنع، هو حلها بصراحه. كان عليها مشكله في مصنع المحله في قريتي في صفت تراب، وفيها مصانع كثيره جدا دلوقتي ارجو الاهتمام بيها، لان فيها 20 مصنع لصناعه الورق. فالمصانع دي اذا البنوك سمحت انها تتطور هتبقى قلعه صناعيه. يا ريت، ده اللي احنا فعلا بننادي بيه. طب خلينا اسال حضرتك على حاجه برضو مهمه جدا. حضرتك شايف ان لازم الشركات الوطنيه كلها تتفق فيما بينها على ان يكون هناك تخصص لكل مصنع لانتاج مثلا نوع معين من الورق لزياده الطاقه الانتاجيه، يعني كل مصنع يكون متخصص في انتاج نوع معين من الورق، يتفقوا ما بينهم من بعض يعني؟ لا، هو اصل ده يعني خطوط الانتاج الحديثه بينتج 5 6 انواع من الورق، يعني هو بينتج فلوت، بينتج مانيلا، بينتج تيست لاينر، بينتج وايت توب، بينتج دوبليكس. فالمصنع هو نفسه عنده تنوع. طب ممكن نشرح برضو للساده المشاهدين الاستخدامات دي، الفلوت والانواع اللي حضرتك بتقولها دي بنستخدمها في ايه؟ الفلوت والتيست لاينر بيستخدم لإنتاج الكراتين المختلفة للفاكهة للحمة والكرافت معاهم كمان، لأن اللحمة والفاكهة بياخد ورق معالج، وده الكرافت بيبقى ورق معالج كيميائيا عشان إيه؟ ما يسمحش بنفاذية المية. إنما ده استخدامه واسع، كراتين التلاجات، كل الكراتين اللي هي حضرتك بتشوفها الاستخدام ده من الفلوت ومن تيست لاينر ومن الكرافت. اما المانيلا فهي يعني بتستخدم في علب الحلويات، علب الاحذيه، علب كده. الدوبلكس له استخدامات كثيره، منها مثلا علب الادويه، العلب اللي عليها طباعه، كل الحاجات اللي عليها طباعه بتستخدم فيها الدوبلكس. اوكي، يعني انا فهمت من حضرتك ان الازمه الحاليه هي ازمه مواد خام. هل الحل في استيراد الماده الخام ولا في حل تاني؟ لا، هو الحل في استيراد الماده الخام، لانه هيخدم شقين. هيخدم انه هيوفر الماده الخام، وبالتالي التجار بتوع الدشت اللي هم صيدلنا في الاسعار كل يوم يعلوا الاسعار وواخدينها وحقهم، يعني هو بيفكر في مصلحته. تاني حاجه ان الماده الخام اللي عندنا في مصر دي اتعمل لها ريسايكل 30 40 مره، فاصبح النسيج بتاعها والقوه بتاعها والكواليتي بتاعتها مش قد ضعيف جدا. فاحنا لما نستورد ماده خام من بره بتبقى يعني معموله ريسايكل مره ولا مرتين، هتخش مع الماده بتاعنا هتديها قوه شويه، هنفتح للتصدير، هيبقى ورقتنا فيها هتنافس في التصدير، ده مهم جدا. زائد انه هتوفر الماده الخام، في مصانع ساعات بتقف عشان الماده الخام، فانا لما اوفر له الماده الخام والمصانع الجديده اللي بتفتح اوفر لها الماده الخام، والاخوه اللي هم شغالين في الدشت دول لما يلاقوا في استيراد، يعني انا لما اجيب الطن من ايطاليا ب 100 يورو ده يعني ب 2000، صرف نص كمان يبقى ب 2000 ونص، انما دلوقتي ب 3300 ب 3400 الطن اللي بيستخدم هنا في مصر، لا سعر عالي جدا، وبالتالي المنتج بيبقى عالي طبعا. طب ليه ما يتمش انشاء مصانع للصناعات التكميليه، يعني لان صناعه المواد الخام اللي احنا مستوردها من الخارج باسعار زي ما حضرتك بتقول اسعار عاليه جدا وكبيره جدا، ايه المشكله يعني، ايه المعوقات؟ الماده الخام مش بتتصنع، دي البواقي بتاع الكرتون، الكراتين القديمه، ورق شكاير الاسمنت، قصاصات الدوبلكس، الكتب القديمه، الكلام ده كله، هو بس يسمحوا باستيرادها، هي بتيجي في بلات يعني ما ينفعش تتصنع يعني؟ لا لا، هي بتجمع، هي بتتجمع بس. طب ما ينفعش نجمعها هنا؟ ما هم التجار بيجمعوا، التجار اللي هنا دول بيجمعوها. لكن احنا لما بنستوردها بتبقى جايه متجمعه جاهزه، بتيجي من المينا على المصنع. انا قصدي بس عشان نحد من حته الاستيراد دي، يعني ما نقدرش نعمل. انت بتستوردي ايه؟ بتستوردي ماده خام بترجعي تصدريها منتج له كواليتي عاليه. اوكي، يبقى بيدخل دخل كبير للبلد. انت الكسبانه. استوردي ب 100 ولا 150 بتصدري ب 700 وب 800 وب 1000 وب 1200 دولار. ده مكسب. طبعا. اه. طب اخيرا حضرتك بتتمنى ايه لصناعه الورق في مصر؟
تتمنى ايه كمان للمصانع ان احنا نزل العقبات امام المستثمرين عشان يكون عندنا مصانع اكتر ويكون في سهوله في الاجراءات زي ما حضرتك. اصل انا تجربه الصين بالنسبه لي تجربه فريده يعني، فعشان كده حضرتك بتتمنى ايه لصناعه الورق والمعوقات اللي لازم يتم تفاديها عشان نفتح المصانع؟ هو يعني بدأت دلوقتي، يعني احنا عندنا دلوقتي ما شاء الله نظام الشباك الواحد، الرخصة دلوقتي ما عادش بتاخد وقت، البنوك بتمول ومستعدية تمول، بس الناس هي اللي يعني اللي عنده فكرة او عنده خبرة في صناعة الورق. ارجو ان كمان الموضوع الارض يتوفر، المدن الصناعية الجديدة تبقى في مدن صناعية خاصة بصناعة الورق طبعا، لان بيبقى لها نظام صرف معين لان هي بتعتمد على المية. كمان لازم نحط مثلا تجربة الصين زي ما حضرتك بتقولي قدامنا. الصين صناعيا دلوقتي تقدمت بشكل بتصدر لأوروبا وأمريكا وتصدر لكل حتة، فلازم نحط تجربتها وأسعارها كويسة. يعني الأسعار عليك عشان تشوفي سعر الماكينات الصينية الجديدة أقل من المستعمل من أوروبا، والمستعمل من أوروبا مثلا تجيبي مكنة من الستينات أو كده أو كده بيبقى فيها مشاكل. أوكي. لكن الخطوط الجديدة من الصين، احنا نحط البلاد اللي زينا اللي بدأت تتقدم زي الصين وإندونيسيا وفيتنام. فيتنام دلوقتي داخلة في صناعة الورق، يعني هتبقى من ضمن النمور قريب بقوة يعني. لأن هم يعني ما فيش عندهم عقبات، بيصنعوا عندهم المادة الخام، بيستوردوا المادة الخام، فعندهم. احنا نحط الدول دي قدامنا ونبص ندرسهم كويس هم عملوا ايه ونقلدهم. مفيش الصين ما قلدت لغاية دلوقتي ما بدأ لها، اللي يبقى لها براند خاص ولها صناعة خاصة فاحنا مفيش مانع ان احنا نجيب لجان من عندهم، يا جماعة تعالوا شوفوا لنا ايه المشكلة وحطوا. مفيش قضية خالص ان احنا نتعامل مع الدول دي، لان ده لمصلحة البلد ومصلحة الناس. وانا شايف ان في تقدم كبير قوي في صناعة الورق، وان شاء الله يستمر باذن الله. اوكي. استاذ عصام السعد عضو اتحاد الصناعات وعضو هيئة تحديث الصناعة، بشكرك يا فندم جدا واتمنى لك نهار سعيد. نروح لتقرير دلوقتي. احتفالية خاصة أقامتها دار الكتب ودار الوثائق القومية احتفالا بيوم المخطوط العربي، واللي تم تخصيصه السنة دي للمخطوطات المقدسية، في التقرير اللي جاي.